اهلا بكم مره تانية. زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم في مقدمه حلقتنا النهارده، شهر اكتوبر هو بدايه فتره التحديات المتعدده امام النادي الاهلي الفتره الجايه ان شاء الله، سواء محليا او قاريا. وطبعا بالمناسبه البدايه هتكون بقاريا في دور 32، وطبعا لقاء المرتقب بين النادي الاهلي والاتحاد المنستيري التونسي. واكيد ده من اهم النقاط اللي هنحب نتكلم فيها ونعرف تفاصيلها من خلال وجود ضيفنا اللي منورنا في حلقتنا النهارده، الاستاذ سامي عبد الفتاح الناقد الرياضي. صباح الفل يا استاذ سامي. صباح الخير كريم. صباح الخير نورتنا. صباح الخير، طمنا على صحه حضرتك في البدايه يا استاذ سامي. احسن الحمد لله. والله احنا مشكوره جدا رغم كل ده انك بتجي لنا بجد، يعني بكون سعيد ان اكون معاكم دايما. ربنا يديك الصحه يا رب. نبدا بقى كده بالوديات الخاصه بالاهلي. فكره هنا اصلا تصاعد الوديات، فكره هنا طلائع الجيش وبقى سوري بتروجيت وبعد كده اسوان وكده طلائع الجيش، بتشوف ازاي التدرج ده في الماتشات وفي الفرق، وبعد كده كمان فكره الفوز والتعادل. يعني احنا فوزنا في بتروجيت كانت خماسيه جميله جدا، جيت بعد كده في اسوان كان في شويه صعوبه في البدايه بس انت عوضتها، طلائع الجيش اتعادلت. لحد دلوقتي سو فار زي ما بتقول لو ما نقدرش نحكم قوي، بس قراءتك للمشهد ايه؟ أنا شايف من البداية أن كولر ابتدى يعمل أجواء إصلاحية في الفرقة، وده يعني هو ذاكر الفترة اللي فاتت بشكل كويس جدا، وقدر بالتعاون مع الإدارة يحصل تدعيمات مهمة جدا في عدة مراكز. فيعني إن دي تجارب، سواء طلائع أو أسوان أو بتروجيت، دي كلها تجارب لموسم لما هو قادم. زي ما قال الأستاذ كريم، التحدي الأول مع الاتحاد المنستيري التونسي، فيعني بشوف ده وبشوف ده وبشوف ده. أسعدني جدا إن كل مركز فيه الثلاثة وأربعة بيلعبوا في نفس المركز، وده كان حالة فقر شديدة جدا الموسم اللي فات، دفعنا ثمنها جامد بصراحة. يعني خسرنا كتير، خسرنا بطولات مش خسرنا ماتشات، خسرنا بطولات احنا متعودين عليها. فأنا شايف إن اللي حصل مع بداية الموسم فترة إعداد الراجل، اللعيبة خدوا نفسها مش بقدر كافي جدا، وحصل استشفاء، وسعيد جدا بعودة السولية وأكرم توفيق، كل دي مكاسب للفرقة. فالتجارب في حد ذاتها استكشافات لما هو قادم، يعني ودخول اللاعبين في تحديات مع بعضهم كمان دي مهمة جدا أستاذ كريم، إن اللاعب ما يحسش المكان ده حكر عليه، دي مهمة جدا. وإنه هيدي هيلعب، مش هيدي في غيره. ودي نقطة مهمة جدا برضو، يعني في سياق المستجدات او الاجواء اللي استجدت، على حد تعبير حضرتك اللي استخدمته، هي استجدت بطبيعه الحال بوجود مارسيل كولر اللي هو كمان استجد علينا كمدير فني في الفتره الاخيره. من ضمن الاجواء دي واللي ناس كتير وقفت عندها وكلمت في تفاصيلها، فكره يوم التدريب الكامل، فكره سريه التدريبات، فكره عدم اذاعه المباريات الوديه، في ناس كتير خدت التفاصيل اللي انا بحكي لحضرتك عليها دي على اعتبار ان هي اشارات او امارات، لان الراجل ده عارف هو بيعمل ايه وعارف هو عايز ايه وفي دماغه خطه ما. الى اي درجه نقدر نستنتج الامور دي من التفاصيل اللي بتتكلم فيها؟ الراجل عايز يشتغل بدماغ رايقه، ويحط لعيبته كلها تحت ضغط في الملعب وفي التدريب عشان يشوف منه هيطلع منهم ايه. فعدم اذاعه الماتشات مش مهم قوي، اذاعه ماتشات تجريبيه لفرقه بتعمل حاله اصلاحيه لنفسها. يعني قرار كان صحيح سليم، انا شايفه سليم. يعني انا زي المريض، ايوه عفوا، المريض اللي خدش في المستشفى ويتقفل عليه ويبتدوا يشتغلوا معاه، فدي نقطه مهمه جدا. التدريب الكامل اليوم الكامل كان محتاجه جدا عشان يذاكر لعيبته، ولعيبته تفهم كمان دماغه، لان فيها كمان شيء من اجواء المعسكر. بالظبط، يعني ومعسكر شبه معسكر، فكل واحد يعرف دوره ايه وهو مقدم على ايه، والمساله يعني
لو حسبنا ما الموسم اللي فات نقول المسألة مش سهلة، ولازم كل فرد في الفريق يفهم معدل الصعوبة اللي جاي. دي نقطة مهمة جدا، عشان كده الراجل كان مركز جدا، ما يهموش إذاعة وما يهموش شو ولا بالظبط يهمه إنتاجية على الأرض. وبعدين يعني هو فترة، أنا شايف الفترة اللي هو جه فيها مش كبيرة طبعا، عشان يستكشف كل الفرقة ويستكشف العناصر الجديدة. لا بس مقارنة يعني بسواريش ده فرق السماء والارض زي ما بيتقال يعني. لا هو عنده فتره كويسه، جه في فتره توقف، فتره اللعيبه فيها مش افضل شيء تماما، وضع الاهلي مش افضل شيء تماما، كان في صعوبات كثيره، لكن عنده مساحه كبيره على بدايه لسه الموسم الجديد. انا بدات بكلمه موسم اصلاحي. اصلاحي حلو ده، بيصلح كثير صح، فعايز يقفل على نفسه ويشتغل بتركيز، وده دور مش بس الجهاز الفني، جزء دور اللاعبين كمان هم يستجيبوا للحاله دي، يستجيبوا لان كلهم لاعبين دوليين وعندهم احساس بالمسؤوليه. فانا شايف ان هنشوف موسم مميز جدا للاعيبه الاهلي، وعوده بطولات مؤكده ان شاء الله. حلوه بطولات مؤكده برضه مصطلح صحفي بقى كبير استاذ سامي، هنروح فين؟ انا عندي بس سؤال، حضرتك اتكلمت في نص كلامك كده قلت اللعيبه كانت الفتره اللي فاتت او الموسم اللي فات مش هي، يعني كان عندنا مشاكل كتيره جدا واللعيبه نفسهم ما كانوش ده الاداء اللي احنا نعرفه عنهم لاسباب كتيره، بس هل انا لما ادخل دلوقتي الموسم الجديد في مجال او في رفاهيه ان لاعب ما يدينيش افضل شيء عنده، لان خصوصا مع الصفقات الجديده ومع تصريحات كمان كولر المختلفة اللي دايما بيأكد أنا ما عنديش لاعب كبير ولاعب صغير، أنا عندي لاعب بيأدي ولاعب جدير إنه يفضل معايا ولاعب لأ. فأي لاعب دلوقتي أصبح عنده فكرة أني أنا ممكن حد يبدلني، طول ما أنت حاسس أن ممكن تتبدل على طول أو يجي غيرك أو ما تكملش، ده هيخليك دايما ضاغط على نفسك ملتزم أكتر. بالظبط، يعني مع بعض الناس في ناس كده كده فكرها احترافي ما بيفرقش معاها الحاجات دي، ده المعيار. تدي في الملعب هتاخد رضا الجهاز الفني وقناعة الجماهير وتبقى الجماهير في ظهرك، وإنما هتأثر. أنا بدأت بحتة إنه قلت إيه، إن كل مركز بقى فيه 3 و4، ودي سبق داخلي في المراكز وبين اللاعبين وبعضهم، يعني هتأثر شوية. شكرا جزيلا، دكة مستنياك على طول صح. هتدي هتلاقي محبة الجماهير وتقدير الجماهير وتقدير الجهاز الفني. دي النقطة المهمة جدا، ان احنا يعني دي حالة كانت موجودة الموسم اللي فات، ان في احتكار لبعض المراكز لان مفيش بديل ليها، مفيش بديل، ولاعبتنا كانوا مستويين على الاخر. طبعا بس ده راجع برضو لحاجات كتيرة، منها فكرة حضرتك تتفق معايا ان برضو كان موسيماني عليه بعض الاخطاء، منها ان في ناس استغنى عنهم وجاب صفقات. يعني من اللي استغنى عنهم انا بشوف ان هو كان كويس جدا جدا ناصر ماهر، صح كده؟ طبعا 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 صحيح. يعني ما فيش مجال ان احنا نرجعه تاني او حاجه، يعني انا ما اعرفش هل خساره. رحيل ناصر ماهر اثر على قفشه على فكره، طبعا بصراحه وجهه نظر نقديه، اثر على قفشه واجهده وخلاه يعني احساسه ان هو الوحيد الاوحد في الملعب. فكان ناصر ماهر لازم يبقى مستمر، عودته مش ما اعرفش ممكنه ولا بس هو لا. يعني بشكل عام النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها من شويه اللي هي من ضمن المستجدات هي نقطه مهمه جدا، ويمكن نكون اتاخرنا كمان فيها، فكره عدم السيطره والهيمنه على مراكز بعينها. وفعلا التفصيله كمان هو انت بتتكلم فيها، فكره ان اللعيب لما يحس
انه في اي وقت لو اداؤه هيقل لا غيره جاهز وهينزل ويعمل المطلوب منه وزياده. فدي نقطه مهمه. عايزين بقى نروح مع حضرتك لضربه البدايه الافريقيه للنادي الاهلي ان شاء الله يوم الاحد الجاي امام الاتحاد المستيري التونسي. وبرده كنا بنتكلم سواء في الحلقه دي او قبل كده قلناها كذا مره ان هو فريق مش سهل بدليل ان هو بيشارك في هذه البطوله دي رقم واحد. وتاني اماره فكره ان هو لغايه اخر دقيقه في اللقاء الختامي اللي جمعه او اللي جمع ما بينه وما بين الترجي واللي فاز فيه الترجي في النهايه، لكن هو كان ند وخصم قوي جدا. فده كل دي امور بتنبئ بان احنا بصدد مباراه ولقاء قوي. فرؤيه حضرتك للماتش ده يعني اقول ان الاتحاد المنستيري رقم 2 في جدول الدوري التونسي مع الترجي في صفاقسي طبعا فرق كثيره جدا ليها قيمه. فده يدل على ان احنا يوم الاحد مباراه كبيره في الملعب منزه او غيره الله اعلم، ما اعرفش اسم الملعب ايه اللي هيكون، بس انا اتوقع منزه. هو في مصر هيبقى الاهلي والسلام، في تونس تهيألي لسه مش عارفه محدد ولا لا لا تحدد يوم 15. احنا قلنا التواريخ بس الملعب نفسه انا مش عارفاه. السلام هناك؟ السلام هنا. لا هنا الاهلي والسلام احنا عارفين، انا بتكلم على اللي هي الذهاب في تونس. ما اعرفش اسم الملعب في تونس ده اللي بتكلم يعني. بغض النظر عن اسم الملعب المهم اللي هيحصل على ارضيه الملعب. صحيح. رايك ايه في اللي جاي؟ هو تحدي حقيقي خصوصا اول ظهور رسمي لكولر واللاعيبه تشكيلته جديده والروح الجديده اللي هتكون في الفريق. الروح الجديده اللي هتكون في الفريق انا يعني لازم كل لعيب في الفرقه يتذكر انه بطوله افريقيا صح يعني اتنشلت منه ولابد ان يستعيدها وكان فرصه هذا الجيل يرجع المونديال تاني فيبقى استهداف اللقب الافريقي مره ثانيه من اول مباراه. طبعا من اول مباراه يعني مش هندي فرصة للمنافس مع احترامنا له يعني احترام كبير جدا انه يعني يتفوق على فرقة الاهلي باسمها الكبير ولازم اللعيبة يوصل لها يكون من داخلها احساس ان الاهلي لازم يرجع مرة ثانية. والبداية هتفرق يا أستاذ سامي زي ما حضرتك اتكلمت وأنا وكريم قلنا البداية لو كانت حلوة ولصالحنا هتفرق معانا جدا كمان معنويا في اللي جاي، لكن لو بداية مش لا قدر الله ما كانتش حلوة هتقفل شوية اللعيبة والفريق والجماهير. فنتمنى خير بإذن الله جدا. البداية مهمة زي ما أنت قلت يا أستاذ كريم، مهمة جدا 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 لأن بعد كده في إيه؟ سوبر. أيوه هنرجع بقى للسوبر. أيوة. دلوقتي بس هنروح فاصل. وعلى حد علمي برضو الملعب في تونس اسمه مصطفى بن جنات حاجه كده في تونس، انا يفرق معايا اسامي الملاعب قوي بقى تقريبا لو انا مش غلط. وهنا في مصر الاهلي والسلام في الاياب. فاصل سريع جدا وهنرجع نكمل حديثنا لسه مستمر مع الاستاذ سامي. كنا قبل الفاصل بنتكلم عن السوبر اللي عندنا خلاص ان شاء الله تحديدا يوم 28 اكتوبر بين الاهلي والزمالك، برده هتبقى يعني مباراه قويه جدا وحدث كبير جدا وبطوله يعني مهمه جدا لهنا وهنا. نتكلم شويه عن السوبر بعد كده نخش بقى على الدوري. طبعا يعني عايز اربط بين طله الاهلي على بطوله دوري الابطال في تونس مع والسوبر. ايوه دي خطوه دي نقطه مهمه. الصحوه اللي هتحصل في تونس وملعب السلام والفوز ان شاء الله رايح جاي هيدي باور جامد جدا لعيبه الاهلي للسوبر بقى للسوبر اكيد بالظبط. والاهلي محتاج يستدعي الموسم ببطوله. صح يعني جدا. هو خسر اخر بطوله الموسم اللي فات فمحتاج يفتتح الموسم ده ببطوله يعني دليل على ان فيها شيء جديد في الملعب. صحيح. شيء جديد في الفرقه فان شاء الله يعني لازم يكون لعيبه الاهلي حاطين ده في ذهنهم. طبعا مش غلط ان هم يفكروا في خطوه والخطوه اللي جايه بس الربط مطلوب. فان شاء يعني النجاح مع الاتحاد المنستيري ذهابا وايابا
هيعمل باور عالي جدا، هيدي بدايه قويه ان شاء الله للسوبر. عايز اقول لك بمناسبه السوبر، يعني من دلوقتي بس تذاكر الفي اي بي يا كريم بقى بلغه الارقام بقى، الفي اي بي التذاكر بكام؟ من 25000 درهم ل 50000 درهم ومتباعه قد كده، تخيل حضرتك. بس ده في اي بي طبعا، الاسعار فيه اقل من كده يعني، بس لا لا في اقبال كبير يعني. السوبر يعني الامارات مميزه جدا في تنظيم البطولات، واسم الاهلي والزمالك وناس كتير مسافره من مصر. طبعا ده يورينا قيمه الفرقتين اللي هيلعبوا في الماتش ده. بالمناسبه برضو، هل في امور بعينها حضرتك متخوف منها، سواء في ماتش الاتحاد المنستيري التونسي او في لقاء السوبر المصري امام الزمالك؟ يعني الامور اللي انت فعلا هتبقى قاعد تتفرج على الماتش وانت ايه عينك عليها، قلقان منها، قلقان من ايه؟ يعني انا اقول لك، يعني انا سافرت مع الاهلي كتير قوي في تونس تحديدا، فيعني الجمهور هناك شديد حماسه طبعا، عنده حماسه عاليه جدا طبعا، وبس اسم الاهلي كمان كبير طبعا عندهم. فيعني مرة من مرات يعني في التسعينات كده خرجنا بعربيات مصفحة من الملعب نتيجة الحماسة الزايدة. كان مع الصفاقسي، فأنا بقول الأهلي سلاحه الأكبر إن هو يفرض نفسه في الملعب ويقنع جمهوره وجمهور التونسي ان هو حق بالفوز. طب طبيعه الجمهور ده مش يستدعي ان فريق الاهلي اللي يلعب يكون معظم عناصره من اصحاب الخبرات السابقه ومن اصحاب اللقاءات السابقه في شمال افريقيا ومتعودين على هتافات الجماهير عندهم والنوع ده من الامور، ولا مش شرط؟ طبعا ده رؤيه الجهاز الفني نمره واحد، الخبرات مطلوبه مطلوبة جدا جدا جدا، لأن دي افتتاحية صعبة طبعا، مش سهلة. يعني مش هنقول فريق أفريقي من الجنوب ولا من الشرق، بس معلش يعني الحق يقال. طبعا فرقة تقيلة، والموسم اللي فات في تونس كانت متألقة جدا، بس برضه أنا ما أجي أتكلم عن الأهلي أقارن الأهلي بالترجي، مش أقارن الأهلي برضه بالاتحاد المنستيري، ففي فرق برضه إلى حد كبير في إمكانيات فنية هنا وهنا، بغض النظر عن الصعوبات والموسم اللي فات للأهلي، بس في فرق. فأه هيبقى في تنافسية شديدة، بس أنا لازم أبقى رايح عارف إن أنا فنيا أنا أعلى بكتير، ولازم أبقى فاهم إن طموحات الجماهير عندي برضه كبيرة جدا وعالية جدا. فما فيش بقى قصه ان انا اتعادل هناك عشان ذهاب واجي هنا اقول ما لسه عندي اياب، صح ولا غلط؟ لا يعني ما هتختلف معايا شويه ماشي. في ايه؟ في اي تفصيله؟ لازم احترم المنافس اي حلو كان. احنا دايما بنحترم المنافس، بس اعرف امكانياتي فين. والكره التونسيه عاليه مش قليله اكيد. والاتحاد المنستيري نمرتين في الجدول، فلازم احط كل الاعتبارات دي وذاكروا كويس. دي مهمة الجهاز الفني. هو ده بيحصل طبعا. كولر كان لسه عامل تصريح بده، بيذاكر كويس الفرقة، ويعني هشوف هيلعب ازاي، هيلعب درون ماتش يعني يحاول يرجع بالتعادل ويخطف هدف، دي كلها لا اهم حاجه. ما يخسر النادي الاهلي ده هيخليه كده كده كمان يسن اسنانه اكتر ويطلع اقصى ما عنده. بالظبط. تاني كون ان انت النادي الاهلي بالظبط، فأهم حاجة إن أنا ما أخسرش في تونس. ما أخسرش، يعني مخسر. أنا عندي ميشن إن أنا ممكن أتعادل هناك وفي الإياب أكسب. ولا مش ولا حلو برضه. لا دي مغامرة برضه، بس يعني مش سهل كمان إن أنا يعني فرقة مش قليلة، لازم أحسب بس حساب. دايماً بيكون فيها مساحة للمفاجآت غير مستحبة. لما يكون التخطيط على كده، ده لو افترضنا إن ده اللي في راس يعني المدير الفني، واتفاجئنا قبل كده مفاجآت مش سعيدة نتيجة نفس الخطة. ما أنا بقول ما أخسرش يعني ممكن أكسب. يعني أتعادل أو طب ما أروح على مش إن أنا أكسب، عشان لو تعادلت يبقى خير. مش هروح إن أنا أتعادل عشان يعني ده اللي هنشوف الملعب، هنشوف فكر الراجل، إحنا ما شفناهوش. هل تتوقع أصلا كولر هيلعب إزاي؟ يعني أنا شفت ماتش واحد من ماتشات تجربية. خطة هجومية، لعب مفتوح، ولا هيدافع أكتر؟ لا شك دفاعي مهم جدا في الماتشات الأفريقية، لأن أنت بتلعب نيك أول دلوقتي مش مجموعة. يعني مش هتغامري بإن تخسري وتخرج من البطولة من بدري كده، لسه ما دخلناش المجاميع. بالظبط. فبالتالي ليه حساباتها ان انا امن دفاعيا جدا
واعرف اخطف هدف. هو ده بقى المهم، ما يكونش الدفاع خالي من الهجمات المرتده. لا، متانه الدفاع دي نقطه مهمه، لان دي خلي يعني تصوري التكتيكي، يعني ان الخصم هيكون هيحاول بمساعده الجمهور انه يضغط عليك، انت بذكاء تعرف تخطف. ودي مش جديده على الاهلي على فكره، يعني مع الفرق التونسيه والمغربيه بالذات. يعني دايما الاهلي شاطر في الحته دي، فانا متوقع جدا يعني هيرجعوا لنا بنتيجه ايجابيه ان شاء الله، ونكمل المشوار ان شاء الله في وصولا لكاس السوبر باذن الله ان شاء الله. شكرا جدا استاذ سامي، نورتنا والله. انا شكرا جدا، نسعد بوجود حضرتك معنا دايما. دايما. وطبعا هنطلع فاصل سريع جدا يا حضرات، وان شاء الله ترجعوا بقى مع نهاوند وتاني واخر فقرات الحواريه في حلقه النهارده.